الكاراكو، البدرون، سروال وشلقة أو سروال التستيفة، الملحفة، البدعية، قندرة الفرقاني، كل هذه الألبسة وغيرها بصمة للهوية الجزائرية. باش تعرفي الحر من الاندستري تاع الشفة تاع الطبلة المجبود تدخل الباسي بلا تاعو ينقسم، ديري ورقة تنقسم الجهة هذه وتنقسم هذه تجي في وسطها العوينة. على هذيك لا ورقة ولا وردة باسكو هما البصمة تاعهم يخدموا القرنفل، يخدموا الطاوس، يخدموا الورد، يقولوا كاراكو ويقولوا البارطو ويقولوا بديرن. هادو من صادات دو نو غرومير، عندهم واحد عنده 150 سنة وواحد بلوس سي دو نو اريير غرومير، مخلينهم حنا باش نخيطوا عليهم كيك سوا الفتلة اللي خادمينها، الترصيع اللي فيه، الطاوس اللي خادمينها ومسبقتين فيها اللويز ولا السلطاني ولا الدبلون، كان بكري بخيرهم. حفاظا على التراث اللامادي الجزائري، ياتي مخطط الصون كخطوة أولى تشمل تنظيم معارض لتعريف بخطوات صناعة اللباس. هاد لو بلان دو سوفغارد فيه عمليات، العمليه الاولى هي العمليه اللي نشوفوا فيها هي لي زيكسبوزيسيون بيرمانونت، نجيبوا لي موديليست لي كوتوريي ويديروا ليكسبوزيسيون تاعهم ويبينوا واش يخدموا، لكن هذا العمل غير كافي، لذلك هناك عمل اخر هو تحديث اللباس التقليدي دون ان يكون دون ان يخرج من السياق العام. ونقطه ثالثه هي اكومبانيومون، مرافقه عمال او لي زارتيست لي زارتيزون اصحاب الحرف حتى يتقدموا حتى يعلموا، لانه اذا ما مرتش هذه الحرفه من اصحاب الحرف للشباب عن طريق التعليم لا فورماسيون تكوين، هذه الحرفه تقدر تموت معاهم. العولمة، التصنيع والحداثه ثلاثيه قد تشكل تحديا للتراث المادي للصمود امام هذه الموجه. انا ما نحبش البحر، نحب نقعدوا في توجور في لي تراديسيون تاعنا، سروالنا محرم تلفتون كون عطا ربي اليوم رمارك، الحمد لله مازالوا شي ناس ماشي بزاف مي بزاف اللي شادين في التقليد ديالنا.